تحذيرات تلو أخرى، ما فتئ معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي يطلقونها من تبعات أي هجوم إسرائيلي على رفح. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي وصف حركة حماس بالفكرة التي لا يمكن القضاء عليها، كان أول من دق ناقوس الخطر من تهور حكومة نتنياهو. علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الأشخاص في رفح، وإذا شنت هجوما عسكريا فسيكون من المستحيل تفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وهي خسائر لا يمكن احتمالها. إسبانيا كانت أكثر صرامة وصراحة في تقييم الوضع. وزير خارجيتها وصف أي تهور من الاحتلال في جنوب غزة بالكارثة العظمى. ستكون كارثة عظمى إذا ما تم توسيع العمليات العسكرية لتشمل رفح. نحن نعارض تماما توسيعها في ذلك الجزء من غزة. على العكس من ذلك، ما نحتاجه حاليا هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار. أما بلجيكا فقد دعت من جهتها دول التكتل الأوروبي إلى إظهار الوحدة، خاصة في إشهار سلاح العقوبات ضد التحركات التي من شأنها تقويض فكرة الدولة الفلسطينية كالاستيطان. أود التنبيه إلى تزايد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون العنيفون في الضفة الغربية، لذلك قررنا فرض هذه العقوبات إلى جانب عدد من الدول التي أخذت القرار نفسه، ونأمل أن يكون هناك إجماع عليه. المطالبة بالوحدة تأتي في ظل انقسام الأعضاء الأوروبيين بشأن تعاطيهم مع الاعتداء الإسرائيلي، بين موال لحق تل أبيب في الدفاع عن نفسها وبين من يستحضرون الجانب الأخلاقي في حرب موازين القوى فيها مختلة. تمثلت النقطة الوحيدة التي نالت إجماع دول أوروبا في إطلاق مهمة أسبيدس أو الدرع لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر، فعند المصالح تذوب الخلافات ويؤجل استحضار الضمير والأخلاق إلى حين. عبد الله إماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.